بولس يقول عن اليهود ايه في رسالته الى اهل روميا الاصحاح الثالث؟ اذا ما هو فضل اليهودي وما هو نفع الختان كثيرا على كل وجه؟ اما اولا فلانهم استؤمنوا على اقوال الله. وده اللي عايزين فهمه للنصارى، ان الكتاب المدعو المقدس لم يتعهد الله بحفظ هذا الكتاب، بل اوكل حفظه لليهود. ودي بولس شاهد. لأنهم استؤمنوا على أقوال الله، وبالتالي فاليهود كانوا أمناء على أقوال الله. قبل التالي بقى، ما تكمل العدد اللي بعده اللي هو العدد 3 في نفس الإصحاح لبولس، ونشوف هل اليهود دول استؤمنوا على أقوال الله ولا ما استؤمنوا. بيقول لك: فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء؟ أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟ بولس نفسه بيقول لك ان اليهود استؤمنوا على اقوال الله، ولكن اليهود لم يحفظوا اقوال الله. بيقول: حاشا، بل يكن الله صادق وكل انسان كاذب كما هو مكتوب. بولس بيقتبس، يعني هو ما جابش حاجه من عنده، زي ما احنا بنقول لكم ان كتابكم محرف في العدد كذا وفي العدد كذا. بولس بيقول ان كتابكم محرف كما هو مكتوب. مكتوب فين؟ مكتوب في سفر ارميا. اما وحي الرب فلا تذكروه بعد، لان كلمه كل انسان تكون وحيه. اذ قد حرفتم كلام الاله الحي رب الجنود الى هنا. بولس بيقتبس من العهد القديم، بيقول لهم كتابكم محرف، لكن انتوا هنا مفيش. مصيبه ان بولس نفسه في نفس الاصحاح العدد 7 بيقول انا كذاب برضو. بيقول: فان كان مجد الله قد ازداد بكذبي، فلماذا ادان انا بعد كخاطئ؟ بولس نفسه بيقول انا كذاب. يا جماعه، بولس نفسه بيقول ان الكتاب محرف. بولس وصدقت بولس ان الجميع زغوا وفسدوا. بولس اللي قال على المسيح ملعون ونجس في رساله غلاطيا 13:3: المسيح افتداكم من لعنة الناموس. ده كلام بولس. إذ قد صار لعنة لأجلكم، لأنه مكتوب: ملعون كل من علق على خشبة. بولس بيقتبس من العهد القديم، بيقول: لأنه مكتوب. مكتوب فين؟ مكتوب في سفر التثنية: إذا كان على إنسان خطية حقها الموت ومات وعلقته على خشبة، فلا تبت جثته على الخشبة بل تدفنه في ذلك اليوم، لأن المعلق ملعون من الله. فلا تنجس أرضك التي يعطيك الرب إلهك نصيبا. بولس بيقتبس إن لما يكون واحد عليه خطية ويتعلق على الخشبة، ده اسمه ملعون. فشبه هنا يسوع اللي انتوا بتعبدوه إنه هو ملعون. هل نص غلاطيا ده ينطبق على المسيح؟ احنا في الإسلام بنقول: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. الملعون ده شخص آخر، احنا عارفين طبعا الشخص آخر، انا عامل حلقات عليه كتير، انه هو المسيح الدجال. بولس بعد ما قال عليه ملعون، بيقول في رسالة كورنثوس 12:3، بيقول: لذلك اعرفكم ان ليس احد وهو يتكلم بروح الله يقول يسوع أنسيما. يا أنسيما اللي هي ملعون برضو. ما انت يا بولس لما قلت على المسيح ملعون في غلاطيا 13:3 كنت بتتكلم بروح مين؟ كنت بتتكلم بروح امك مثلا؟ مش انت قلت على المسيح ملعون، ولا كنت بتتكلم بروح الشيطان؟ لذلك نقول ان المعلق الملعون ليس المسيح عليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. نقطة من اول السطر. نقطة ومن اول السطر. نقطة ومن اول السطر. نقطة ومن اول السطر.